بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء أمور الصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض الألف اللينة، لغة عربية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. الألف اللينة هي الألف التي تكتب في آخر الكلمة وتكتب إما قائمة بهذا الشكل ألف، يعني مثل كلمة دعا، كلمة دعا تنتهي بألف لينة ولكن تكتب قائمة، وإما مكسورة تكون بهذا الشكل، شكل الياء أي على صورة الياء، مثل كلمة مشى ألف لينة ولكن تكتب بهذا الشكل ألف مكسورة. الألف اللينة تكون في الأسماء والأفعال والحروف. هنبدأ إن شاء الله بالحروف. كل الحروف ألفها قائمة، كل الحروف الألف بتاعتها تكتب قائمة ما تكتبش مكسورة، زي كلمة ما ولا وإلا وألا وأيا، كل الحروف ألفها قائمة ما عدا أربع حروف، أربع حروف فقط هم ألفها مكسورة، إلى وعلى وحتى وبلا، الأربع حروف بس ألفها مكسورة، أما باقي الحروف ألفها قائمة. نراجع تاني، يبقى الألف اللينة تكون في الأسماء والأفعال والحروف. طيب هنبدأ بالحروف. الحروف زي ما قلنا كل الحروف ألفها قائمة، يعني أي حرف هتكتبه لازم تكون الألف في نهايته قائمة بهذا الشكل، ما لا إلا ألا أيا، كل الحروف ألفها قائمة ما عدا أربع حروف في اللغة العربية، أربع حروف فقط، إلى وعلى وحتى وبلا تكتب بألف مكسورة. زي ما احنا شايفين إلى كتبت بألف مكسورة، ما ينفعش أكتبها إلى بألف قائمة. كده انتهينا من الحروف، ننتقل إلى الأسماء. الألف اللينة في الأسماء، طبعا الاسم يا إما يكون ثلاثي أو غير ثلاثي. ثلاثي يعني مكون من ثلاث حروف، وغير ثلاثي يزيد على ثلاث حروف، ممكن أربع حروف أو خمس حروف أو ست حروف. الألف اللينة في الاسم الثلاثي تكتب قائمة وتكتب أيضا مكسورة. متى تكتب قائمة ومتى تكتب مكسورة؟ تكتب قائمة إذا كان أصلها واو، وتكتب مكسورة إذا كان أصلها ياء. طيب أنا هعرف إزاي أصلها واو وإزاي أصلها ياء؟ هنعرف مع بعض. مثلا كلمة العصا وكلمة الفتى، طبعا دي كلمة مكونة من ثلاث حروف، عصا الألف واللام زائدة، وهنا فتى الألف واللام أيضا زائدة، يبقى ده اسم مكون من ثلاث حروف. طيب كلمة العصا عشان أعرف أصلها هسميها مثنى عصا عصاوان، ومثنى فتى فتيان. هلاحظ هنا عصا واوا الواو، إذن الألف اللينة أصلها واو، لذلك كتبت العصا بألف قائمة. وهنا كلمة الفتى الألف اللينة أصلها ياء، لذلك كتبت ألف مكسورة أي على شكل الياء بدون نقط. عرفنا أصل الواو عن طريق تثنية الكلمة المثنى. كلمة أخرى الربا وكلمة القرى، هنا كلمة الربا كتبت بألف قائمة، وهنا كلمة القرى كتبت بألف مكسورة. كلمة الربا جمع، عشان أعرف أصلها هردها للمفرد، مفرد الربا ربوه، مفرد الربا ربوه، إذن أصلها واو لذلك كتبت قائمة. وكلمة القرى مفردها قرية أصلها ياء لذلك كتبت مكسورة. وعرفنا طبعا أصل الكلمة عندما ردناها إلى المفرد. الكلمة التالية حصى، حصى مفرد وجمعها حصيات، وعند الجمع الحرف الثالث اللي هو الألف اللينة في كلمة حصيات ياء لذلك كتبت مكسورة، وهنا عرفنا أصلها عن طريق الجمع. إذن في الاسم الثلاثي تكتب قائمة إذا كان أصلها واو، وتكتب مكسورة إذا كان أصلها ياء. وعرفنا الأصل إزاي؟ ممكن الكلمة لو مفرد نجيب المثنى بتاعها، ولو هي جمع نجيب المفرد بتاعها، ولو مفرد ممكن أجيب الجمع. طيب عرفنا الأسماء الثلاثية. غير الثلاثية، غير الثلاثية جميع الأسماء غير الثلاثية تكتب الألف في آخرها مكسورة. يبقى القاعدة إيه؟ جميع الأسماء غير الثلاثية تكتب الألف في آخرها مكسورة، مكسورة يعني بهذا الشكل، مثل كلمة بشرى، جدوى، صغرى، ذكرى، كبرى، مستشفى، كل هذه أسماء غير ثلاثية وتكتب الألف اللينة في نهايتها مكسورة بهذا الشكل، ولكن استثنى العلماء بعض الكلمات مثل كلمة دنيا وعالية ومحيا وخطايا وقضايا، كل هذه الكلمات استثناها العلماء. لماذا؟
لأن احنا لو اتبعنا القاعدة في هذه الكلمات وكتبنا كلمة دنيا مثلا بألف مكسورة تكون خطأ، لأنه اجتمع ياء وألف لينة مكسورة في نفس الوقت. ولكن استثنى العلماء هذه الكلمات، تكتب مكسورة إذا لم تسبق بياء، وتكتب قائمة إذا سبقت بياء. يبقى الأسماء غير الثلاثية جميعها مكسورة، مفيش غير الكلمات التي تسبق بياء زي دنيا، الألف اللينة سبقت بياء فلذلك كتبت قائمة، عالية الألف اللينة سبقت بياء كتبت قائمة، محية الألف اللينة كتبت قائمة لأنها سبقت بياء، وكذلك كلمة خطايا. الألف اللينة في الأفعال، طبعا الأفعال أيضا فيها أفعال ثلاثية وأفعال غير ثلاثية. الفعل الثلاثي يتكون من 3 حروف، وغير الثلاثي يتكون من 4 حروف أو 5 حروف أو 6 حروف. طيب الأفعال الثلاثية تكتب الألف قائمة وتكتب أيضا مكسورة. متى تكتب قائمة ومتى تكتب مكسورة؟ تكتب قائمة إذا كان أصلها واو، وتكتب مكسورة إذا كان أصلها ياء. هعرف أصلها إزاي واو وهعرف أصلها إزاي ياء؟ مثلا كلمة سما وكلمة رمى، عشان أعرف أصل الكلمة في الفعل الثلاثي هجيب المضارع بتاع الكلمة، سما مضارعها يسمو، هنا ظهرت الواو لذلك كتبت سما بألف قائمة، ومضارع رمى يرمي، مضارع رمى يرمي، هنا ظهرت الياء لذلك كتبت الألف اللينة مكسورة بهذا الشكل. إذن عرفنا أصل الكلمة عن طريق الفعل المضارع وكلمة رجا وكلمة مشى. يلا هات معايا مضارع كلمة رجا، مضارع رجا يرجو، ظهرت الواو في آخر الكلمة لذلك كتبت ألف قائمة. مشى مضارعها يمشي، ظهرت الياء في آخر الكلمة لذلك كتبت مكسورة. إذا نستطيع معرفة أصل الكلمة عن طريق تحويل الكلمة إلى الفعل المضارع. ولكن هناك بعض الكلمات مثل كلمة ساعة وكلمة رأى، لو حبيت تجيب الفعل المضارع برضو مش هتعرف أصلها. في الحالة دي هنجيب المصدر، ساعة سعيا، رأى رأيا، في الحالة دي عرفناها عن طريق المصدر. وطريقة ثالثة لمعرفة أصل الكلمة، ممكن تكتب الفعل زائد تاء الفاعل سواء بالفتح أو بالضم أو بالكسر. مثلا كلمة سما وكلمة رمى، هتضيف لها تاء الفاعل تقول سموت، وكلمة رمى رميت، مفيش حاجة اسمها رموت، رميت. هنا تحولت الألف اللينة إلى واو، إذن تكتب قائمة، وهنا تحولت الألف اللينة إلى ياء، إذن تكتب مكسورة. ولو جربنا على ساعة سعيت، ورأى رأيت، وهكذا. ننتقل إلى الأفعال غير الثلاثية. الأفعال غير الثلاثية، جميع الأفعال غير الثلاثية تكتب الألف في آخرها مكسورة، زي ما احنا قلنا جميع الأسماء غير الثلاثية تكتب مكسورة، ولكن استثنى العلماء بعض الكلمات زي كلمة دنيا لأنها سبقت بياء. وكذلك الأفعال جميعها مكسورة مثل كلمة أرضى، أنهى، استغنى، تكتب بألف مكسورة. ولكن أيضا استثنى العلماء بعض الكلمات مثل أحيا واستحيا واستعيا، لماذا؟ لأنها سبقت بياء. إذا سبق الفعل غير الثلاثي بياء تكتب الألف في نهايته قائمة، تكتب الألف لينة في نهايته قائمة. يتبقى معنا الفعل يحيى والاسم يحيى. الفعل يحيى يكتب بألف قائمة والاسم يحيى يكتب بألف مكسورة. مثلا جملة يحيى الزرع بالماء، يحيى هنا فعل، يحيى الزرع بالماء، فالفعل يكتب بألف قائمة. طيب يحيى تلميذ المجتهد، يحيى هنا اسم لذلك كتب بألف مكسورة. يبقى للتفرقة بين الفعل يحيى والاسم يحيى، الفعل يكتب بألف قائمة والاسم يكتب بألف مكسورة. نقوم بحل نشاط 7. نشاط 7، أكمل الجمل التالية بالاختيار الصحيح مما بين القوسين. رقم ألف، مضت المعلم رسالة من مدير المدرسة يشكره على مجهوده. يا ترى كلمة تلقى بألف قائمة ولا تلقى بألف مكسورة؟ طبعا هنختار تلقى بألف مكسورة. طيب اخترنا تلقى ليه بألف مكسورة؟ لأن كلمة تلقى فعل غير ثلاثي، وإحنا عارفين الأفعال غير الثلاثية كلها بألف مكسورة إلا الأفعال التي تسبق الألف اللينة ياء تكتب قائمة، أما هنا سبق الألف اللينة قاف فلذلك تكتب مكسورة.
باء صديقتي نقط مهذبة جدا. هدى بألف مقصورة ولا هدى بألف قائمة؟ طبعا هدى المضارع بتاعها يهدي، ظهرت الياء فتكتب بألف مقصورة. جيم نقط في شارعنا نخيل رائع. نما بألف قائمة ولا نما بألف مقصورة؟ عشان نعرف أصلها هنجيب الفعل المضارع من نما ينمو، ظهرت الواو فلذلك تكتب الألف لينة قائمة بهذا الشكل. دال في الصباح يكون نقط على أوراق الشجر جميل المنظر. الندى بألف مقصورة ولا الندى بألف قائمة؟ طبعا كلمة ندى اسم ثلاثي لأن الألف واللام زائدة، وعند معرفة الاسم الثلاثي ممكن نثني الكلمة، مثنى ندى نديان، ظهرت الياء فتكتب بألف مقصورة، نختار الندى اللي هي مكتوبة بألف مقصورة. هاء نقط فصل الربيع، يا ترى دنا بألف قائمة ولا دنا بألف مقصورة؟ دنا فعل ثلاثي، هنرد للمضارع دنا يدنو، يدنو ظهرت الواو إذن تكتب بألف قائمة. نشاط 8 اكتشف الأخطاء في الجمل التالية وصوبها. ألف قدم المعلم هدايا للتلاميذ المتفوقين. طبعا الخطأ في كلمة هدايا، وإحنا عارفين كلمة هدايا اسم وهو اسم غير ثلاثي، والقاعدة تقول الأسماء غير الثلاثية جميع ألفها مقصورة تكون بهذا الشكل، واستثنى العلماء الكلمات التي يسبق حرف اللين ياء فتكتب قائمة، يعني هذه الكلمة خطأ والصواب تكتب هدايا. ليه كتبناها بألف قائمة؟ لأنها سبقت بياء. باء يعالج الطبيب المرضى في المستشفى، الخطأ في كلمة المستشفى، اسم غير ثلاثي والأسماء غير الثلاثية ألفها مقصورة تكتب بألف مقصورة إلا إذا سبقت بياء، هنا لم تسبق بياء فتكتب المستشفى بهذا الشكل بألف مقصورة. جيم استدعى المعلم جميع التلاميذ لعمل نشاط جماعي بالمدرسة، الخطأ في كلمة استدعى، استدعى فعل والأفعال غير الثلاثية جميع ألفها مقصورة تكتب بألف مقصورة إلا إذا سبقت بياء، وهنا لم تسبق بياء فتكتب مقصورة، لكن لو كتبناها قائمة خطأ. دال من أراد العلا سهر الليالي. العلا كلمة العلا خطأ والصواب العلا. بكذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم، وانتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم قصة قوس قزح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.